مرة أخرى مجموعة الإعلام من أجل الصحفيين هنا في بريطانيا تتظاهر أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، وتطالب مرة أخرى خلال هذا الأسبوع بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وبحماية الصحفيين، كما تطالب من هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بضرورة نقل ما يقع في غزة بكل حيادية. محمد الفنيش، قناة الغد، من أمام هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي.